بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن شاء الله في هذه المحاضرة سوف أتحدث عن مستجدات انتشار المرض، البلاء، هذا البلاء نوعيته، شو لازم نحن نعمل هلأ بهذا الوقت الحاضر، وكيف نقدر نواجه مثل هذا البلاء، وشو لازم نحن بأي موقع من المواقع الروحانية لازم نكون موجودين. بس قبل ما بلش عن هالأشياء كلها حبلش بآية قرآنية، يمكن هذه الآية القرآنية تختصر كل ما نمر به اليوم لحتى نقدر نحن نتحدث من انطلاقا منها، لحتى نقدر نوصل للواقع الذي يريد الله عز وجل أن نعيشه في هذه الفترة. بقول الآية القرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه من سورة الأحزاب رقم 10 و 11. سورة الأحزاب نزلت بفترة كان الله عز وجل يريد أن يمتحن المؤمنون، والله عز وجل بالقرآن الكريم دائما ما بضل الآيات والسور القرآنية تسير مع الزمن، عشان هيك بمسيرتها مع الزمن نرى كثيرا من التفسير، وهذا التفسير يطابق كل زمن نحن نمر به. لكن بالفترة الأخيرة والفترة الماضية قلنا أنه كان الامتحان من سنة 2000 لهلأ هو امتحان تصفيات، وآخر شيء سيصل هذه التصفيات خصوصا بلشت من 6 أشهر إلى الآن إلى المؤمنون. لأن دائما كنا نسمع أنه نحن قدمنا قلوبنا لله والله عز وجل لا يأخذها. لماذا؟ فمنلاقي أنه نحن منمر بامتحانات، وحدثت لكم عن عدة امتحانات مرقت مع أشخاص كثر، منهم من أراد أن يكون مع الإمام المهدي وابتلي بمرض. الله عز وجل يريد أن يزلزل قلبه، يزلزل وجوده. هل يرى حكمة الله عز وجل فيما صنع له ولا لا؟ هل يتوكل على الله عز وجل أنه يريد هو أن يبقى مع الإمام ولا لا؟ فنفس الشيء في بلادنا، نحن نعاني الحرب المادية، نعاني الحرب المعنوية، نعاني الفقر، نعاني فقر الموارد، بالرغم من أنه بلادنا هي أغنى بلاد في العالم من نواحي الموارد الطبيعية والنفط، بس ولكن حجم السرقات وحجم الحكومات الموجودة فيها أفقرتنا وأفقرتها وخلت الناس كلها تتهاجر منها بحثا عن واقع جديد، واقع جديد. لأن الله عز وجل يوم القيامة سوف يسألنا، نقول له نحن لو بقينا ببلادنا مثلا أنه نحن مستضعفون في الأرض، سيقال لنا: أليست أرض الله واسعة؟ فنحن نروح من هذا الاستضعاف لحتى نقدر نغير، مش مهم نروح لحتى نحن بس نغير حياتنا، لا، بل نعود بالخير إلى أوطاننا، بنعود بعلوم وخير إلى أوطاننا لحتى نقدر نخلي المستضعفين هناك يقدروا يتحرروا من تلك الزمرة، الزمرة الشيطانية والزمرة الطاغوتية الموجودة عنا. فهذه كلها من هذه الأسباب، من أسبابها كمان كما تكون يولى عليكم. تحدثنا عن هذا الموضوع من قبل كتير، وقلنا كل هذه الثورات التي يقوم بها الشعب ستصل إلى مكان، إلى مأزق معين يمكن تنفك، ولكن هذا الانفكاك كليته والانفراج يكون على قدرة الشعب بتغيير نفسه، لأن التغيير دائما ينطلق من أصغر شخص إلى أكبره، ما بيصير بالعكس. فأنا لحتى أغير دولتي يجب أن أتغير، يجب أن أؤمن بهذا التغيير. ما في شوف شارع اللي أنا عايش فيه نظيف إلا إذا أنا توقفت عن رمي الزبالة على الأرض وهالأشياء كلها، وقمت بالتنظيف، وصر جيب الأولاد اللي معاي نظفوا الشارع. تعولي ينطلق الموضوع من بنزلي، قداش في بيوت هلأ تفتقد إلى الطهارة. ينطلق هذا الموضوع من نفسي، قداش هلأ من نفسي، قداش في ناس ورجال يستهزئون برجال الدين، بيقولوا لك أنه رجال الدين هني بس خارج الخرطات السبع والأمور، وهني فعلا لا يقومون بها، وبتلاقي النجاسة من البول والغائط متلاهي حياتهم، وإن شاء الله يكون الله عم يتقبل صلاتهم وصومهم. يعني هذه بالنهاية شأنهم مع الله عز وجل، لأنه أكثر الناس يعذبون يوم القيامة هن الغير متطهرين الذين لا يتطهرون من هالأشياء من الرجال ومن النساء، لأنه صلوات كثيرة ترفض من وراء عدم الطهارة. على كل حال، الموضوع مش موضوع طهارة لا، ولكن كلياته بجر بعضه.
فالله عز وجل بهذه النقطة قال لك بدنا نمتحن المؤمنين. طيب هلا في كتير مؤمنين، في ناس كتير كانوا يقولوا لي يبعثوا لي، الحمد لله اجتزنا كتير امتحانات بحياتنا، في عنا نحن بحياتنا أزواجنا جدا مقرفين وتحملناهم، عنا كذا ومقرفين بلادنا وتحملنا كذا وتحمل، وكمان المرض يعني ناقص علينا مرض، شو الله هالقد مستغنى. أول شيء الله عز وجل لما أنزلنا على عالم الدنيا ما نزلنا لحتى نستمتع بها، نحن لما قلنا نبحث عن أنفسنا، نبحث عن أنفسنا يجب أن يكون هنالك بلاء. البلاء دائما موجود، دائما يحاصرنا من كل الجهات. إذا نحن تلفظنا بارتباطنا بالله عز وجل، تلفظنا بإيماننا به، سوف نمتحن بهذا الإيمان. حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. كل هذه الأشياء تتراكم نحن بجوات قلوبنا. الله عز وجل يعطينا فرصة كبيرة كتير كتير جواتنا، وكل ما تمرق البلاءات علينا بتوصلنا لمرحلتين، يا إما ننصهر من الداخل، ننصهر أكثر من الداخل ونتحول إلى ناس يؤمنون بالله عز وجل حق الإيمان وحق الطاعة، يصلون بهذا الإيمان إلى مستويات كبرى تنطلق من التغيير نحو الطريق إلى الله عز وجل. بعمرها ما كانت سهلة الطريق إلى الله عز وجل، فيها كثير من الأشواك، بس ولكن عندما يرى الله عز وجل إخلاصك، لما يرى الله عز وجل أنه أنت عم تحاول فعلا أنه تمشي فيها بالرغم من كل تقصيرك، بالرغم من كل شيء يحصل لك، بتلاقي أنه أنت تتوجه إليه دائما، الله عز وجل سوف ينصرك، بينصرك بالنهاية، بينزل لك السكينة والنصر على قلبك. نفس الشيء حصل في الأحزاب، هذه الآية اللي قريت لك يا هلأ هي تختصر ما نمر به اليوم، ما نمر به اليوم بالعراق وإيران ولبنان، وخصوصا بهذه الدول. أنا ما أتحدث عن الدول الغنية والقادرة مثلا أنه اقتصاديا أنه تقدر تتفادى هذه المواضيع، بس ولكن بكل ما نمر به اليوم بيقول لك واحد ها أنتو بلش المرض من إيران مثلا من المناطق المقدسة، أو بلش من العراق مثلا بما أنه انتقل من إيران مثلا عبر الصين، من الصين إلى إيران إلى النجف أو كربلاء، بيقول لك ها شوفوا أنتو المراقد تعولتكم، أو إذا انتقل إلى الكعبة قول شوفوا كيف سكروا الكعبة، وين الله تعولكم لينصركم دائما، وين كذا وين كذا. قديش في ناس هلأ من جواتها فعلا تؤمن بهذا الموضوع، قديش في ناس هلأ تؤمن بهذا الموضوع، قديش مثلا صفوف الصلاة قلت، قديش مثلا الارتباط بالله عز وجل من جوا عم ينهز، لك الله عم يعمل فينا هيك بعد، انه مش ناقصنا حروب، مش ناقصنا كذا. طب بدي اسألكم، انتو عشان شو عم بتحاربوا؟ انتو عشان شو عم مين فرض هذه الحرب؟ أليس إيمانكم بالله عز وجل فرض هذا الحرب؟ في ناس كتير بيقولوا انتو صاركم 1400 سنة عم تتحاربوا، نحن لا، ما صرنا 1400 سنة عم تحارب. نحن ببلادنا ولا مرة تحاربنا مع بعضنا البعض، نحن ببلادنا ولا مرة تحاربنا مع بعضنا البعض، بس ولكننا كنا أدوات للغرب، وكنا أدوات للطمعانين بأولادنا، للطمعانين بمواردنا، للطمعانين بإيماننا بإمام علي والإمام حسن والإمام حسين. ليش بهذه الفترة بالذات أكثر ناس بلاء عرضة للبلاء كان المؤمنون، وسيظلون عرضة للبلاء خصوصا في الأيام القادمة. نحن إذا نحن ما كنا عايشين بهذه السكينة اللي داخلنا، لما أنا بالمحاضرة الأولى قلت لكم أنه يجب أن نتحضر بالأيام المقبلة، ليس نتحضر أنه منروح منجيب محارم ومنجيب أكل ومنجيب مية للشرب وهالأشياء، هذه كلها أشياء ثانوية، هذه كلها أشياء غير مهمة ثانوية. الله عز وجل بضلوا يرزقنا هذه الأشياء، ما تهكلوا هم هذه الأشياء، هي بس مجرد موضوع حبوب، يعني علب حبوب صغيرة ممكن تضاين فقط لعدة أيام، بس غير هيك لا، ما حيصير في قحط، ما حيصير في هالأشياء اللي أنتوا تحدثتوا عنها، ما حيصير في زومبي مثل بالأفلام الأجنبية إنه العالم كلياتها بصير تقتل، لا، ما هي بالصين ما صار شيء بهالأشياء كلياتها، ما صار، ولا مرة شفنا صور من الصين بسوبر ماركت عم يضربوا بعضهم، الأسعار ما غليت، كل شيء كان ماشي بالطبيعة. ليه؟ لأنه الناس يريدون أن يسيروا على هذا النظام الذي ينقذهم جميعا. نحن اليوم نقف أمام مفترق طرق، بيقولوا لك هوديك الناس الميل الثاني، بيقولوا لك طيب نحن بالعتبات المقدسة سكرتوا لنا إياها، وين إيمانكم بأهل البيت؟
هل إيماننا بأهل البيت من جوة المقامات يوقف الكورونا ولا لا يوقفها؟ نحن وفي ناس بتلاقي الميل الثاني بيقول لك لا لازم نحن نعتبر من الحقبات السابقة وهالأمور كلها. فالطرف الآخر بيقول لك لا أنت اقرأ زيارة عاشوراء، وزيارة عاشوراء بتوقف لك إياها. الطرف هذا بيقول لك طب نقرأ زيارة عاشوراء وبنفس الوقت نحتاط من عدم انتشاره. فبتلاقي الطريق بلشت تفصل، يعني حتى بين المؤمنون هؤلاء بلشوا يفصلون. ليه؟ لأنهم يتعرضون اليوم لزلزال شديد. أنا من موقع ما في يلوم أي شخص من هؤلاء الطرفين، بس في أنا أقول لهم اتنيناتكم عدوا واتنيناتكم اطمنوا. في أقول للشخصين هؤلاء اتنيناتكم عدوا واتنيناتكم اطمنوا، لأن هذا اللي نحن موجودين فيه سوف يعبر. بتعرفوا ليه سوف يعبر؟ لأن الله عز وجل أول ما أنزله على الجمهورية الإسلامية. لأن نحن ليه؟ لأن الجمهورية الإسلامية لشعوبنا نحن، سوف هن من يتكفلون بهذا الموضوع. والأيام القليلة يعني القليلة القادمة سوف تبرهن هذا الشيء اللي عم أقول لكم عنه. يعني عندما حصل هذا الموضوع للجمهورية الإسلامية، من كل الأشياء اللي حصل لإلها اليوم من ضغط اقتصادي وضغط كذا، الحمد لله إنه هن عندهم مختبرات قدروا بهذه الفترة، حتى لو هن عم هلأ يعلنون إنه في دواء ولا ما في دواء، بس ولكن هنالك سوف يكون في مساعدة لبعضنا البعض، خصوصا في لبنان والعراق، لأنه إذا تفشى هذا الموضوع نحن ما حدا حيساعدنا. إلا إذا نظرنا إلى بعضنا البعض كأخوة، كناس عقائديين، كناس ينصرون أهل البيت سلام الله عليهم، ينصرون الإسلام. ها هو ينتشر منظوم وحب وأحقية أهل البيت بهذه الأشياء. انظروا إلى الأشياء الإيجابية بهذا المرض. أنا بالنسبة لهذا المرض أقف أمام الله عز وجل بقول يا الله أبعدها عنا، أبعده عن المؤمنين والمؤمنات، بس ولكن من جواتي في عندي سكينة. يجب أن يكون عندي سكينة، عندي إيمان. لما أتحدث مع ناس كثير بطلع فيهم، يعني بنقعد بمجلس بلاقي هذا يتحضر للأكل، هذا يتحضر للأدوية، هذا طب كله هذا مهم، مش عم بقول لك مش مهم، بس ولكن في ناس يجب أن تتحضر نفسيا أنه يكون فعلا في موت. الموت هو انتقال من عالم إلى عالم آخر، ليس فناء. الحياة الدنيا كلياتنا بدنا نموت فيها. يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع بتسليم لله عز وجل، بتسليم واقعي لله عز وجل. أنا لا أتحدث من موضوع أنه نرجسية، يعني لما أتحدث عن المواضيع ينظر الناس إلينا بنرجسية، بيكون أنتم عايشين بنرجسية شديدة، كأنه المرض لن يأتي. ومن قال أنه الموت، عفوا، الموت والمرض لن يأتي إلينا؟ من قال أنه الفيروس يمكن نصاب؟ كلياتنا بالفيروس، يمكن كثير ناس مننا يموتوا، بس ولكن هل هذا الموت برضا الله عز وجل، تحت عين الله عز وجل؟ هل سلمنا قلوبنا لله عز وجل؟ هل في تسليم لله عز وجل؟ لا، لأن في هذه اللحظات الله يزلزل قلوبنا. اليوم بلشت الناس عيونها تزوغ ببعضها البعض، بيطلعوا ببعضهم البعض وعيون، إذا حدا عطس قدامك دغري بتزوغ عيونك، بتشيل الخوف، بتلاقي الناس خايفة بالشوارع، بتلاقي القلب هون. ناس كتير بعتولي قالوا لي ليش الله عم يعمل فينا هيك، دغري بعت لهم هذه الآية وزلزلوا زلزالا شديدا، الله ما عم يعمل فيك هيك، كل خير من الله، كل شر من أنفسنا، نحن عم نعمل ببعضنا هيك. وهلأ نحن بمرحلة امتحان، الله عز وجل أذن لهذا الفيروس أنه ينتشر لأنه كان بده ينتشر. الطاغوت يريد دمار وفناء البشرية، يعمل كل طاقته لحتى يفقدنا الأمل بمعمر هذا الكون. نحن اليوم، نحن هلأ من الناحية الروحانية، من الناحية الروحية، وأهل العلم يعلمون ما أقوله بهذه الكلمات. نحن اليوم إذا بتكونوا أمام طريقين، طريق المعمر أو طريق المهدم، الطريق المعمر أو طريق المهدم. نحن هلأ اليوم أمام طريقين، طريق يا معمر يا مهدم. هل تريد أن تعمر نفسك وذاتك وأهلك وكل الناس اللي حواليك؟ تحضر، ولا تتحضر بالشائعات ونشر الخوف، لا، انشر السكينة، انشر السكينة. نشر السكينة ليس بمعنى أنه تقولكم يا جماعة ما حدا حيموت، كلكم حتكونوا بخير، لا، في ناس حتموت، بس هذا الموت يجب أن يسلم لله عز وجل. نحن بالحياة الدنيا شو عم نعمل هون؟ نحن كلياتنا رايحين. أما عم بقول لكم هلأ أنه في موت؟ لا، بإذن الله إن شاء الله
الله عز وجل أنقذنا كلياتنا وأولادنا وأهلنا، بس كيف نسلم قلوبنا لله ونحن لا نتوكل عليه ولا نسلم أمرنا له؟ قديش في ناس كتير يعني، هلأ أنت بتنزل، روح على أي مقبرة بالعالم، بتعرف كم واحد عاش قبل منك؟ عاش قبل منك تقريبا شي 20 مليار شخص، وين هن كلياتهم هول؟ مش موجودين، كلياتهم راحوا قبل منك، وانت حتكون جزء من هذه المنظومة، والكون نفسه بيوم ما حيكون جزء من هذه المنظومة، الكون والمادة الموجودين عليها نحن سوف نفنى كلياتنا. ليش نحن ليش عم ننشر الرعب؟ ليش عم ننشر الخوف؟ من أجل ماذا؟ يعني نحن لازم من جواتنا يكون عندنا سكينة. المؤمنون الله عز وجل ينزل عليهم السكينة. هل سلمت قلبك لله عز وجل؟ بيقول لك ايه. بعدين بينزل عليك بلاء، بيقول لك نزل المرض، يزلزل قلبك، لكن قلبك ليس بعده مش جاهز. انت اليوم في مرحلة غربلة، انت اليوم في مرحلة مهمة جدا من هذه المراحل التي يجب ان نقطع بها. استمع الى الناحية الصحية، استمع الى الوزير الصحة، قال لك ما تسلم ما تعمل، كلياتها هي لازم تسمعها. يجب ان نكون نحن لا نرمي انفسنا بالتهلكة، بنفس الوقت قم بالاعمال الروحانية لانها هي الدافعة عنا. وانا اليوم ان شاء الله سوف اهديكم اعمال روحانية لم تذكر من قبل، لانها ان شاء الحمد لله نطرت هذه الفترة، بس ولكن نحن هلا صرنا بهذه الفترة التي سوف تتغير باذن الله عز وجل لصالحنا. سوف يرى الاسلام المحمدي الحقيقي بهذه الازمة، سوف يفك الحصار عنا بهذه الازمة. لانه شو؟ لانه هذه الازمة تنتقل الى الدول الطاغوتية الكبرى. نحن الحمد لله نحن نقدر نجد العلاج اللي عم بيأمن حياتنا، بس بنفس الوقت يجب أن نتحضر. نحن بمعركة كبرى، نحن بمعركة ظهور، هذا اللي يجب أن ننشره لبعضنا البعض. يجب أن ننشر هذه السكينة لبعضنا البعض، نعطيها لبعضنا البعض، نضع أيدينا بأيدي بعض. إذا ناس بهذه الفترات ما عندها مصاري لتجيب أكل، نحن بنخليها معنا لهذه الناس، الناس الموجودين بالغربة. مثل ما قلت لكم الغربة يعني مثلا موجودين في الولايات المتحدة، في أوروبا، في بكل دول العالم. يجب أن ننظر إلى أهلنا الموجودين هلأ في العراق ولبنان، يجب أن نخصص مبالغ شهرية ننشرها لهم، للمنظمات الخدماتية اللي موجودة تحت. يجب أن نتكاتف مع بعضنا البعض اليوم، هذه الفترة يجب أن يكون فيها تكاتف حقيقي. الآن إذا ما فيها تكاتف حقيقي، هكذا يبنى المؤمنون. المؤمنون لبنة واحدة أيها الأحبة. بدي لكم من احد اسرار العلم، في ناس كثير بيقولوا لي انت من وين بتجيب العلم اللي انت طرحته الذي لم يطرح من قبل؟ بتعرف بقول من وين؟ هذا العلم ياتي من دعائكم انتم، من دعاء المؤمنين لما يروحوا على المراقد ويقولوا لي اليوم زرنا المرقد الفلاني والفلاني ودعينا لك بالعلم، بلاقي سبحان الله ياتي الفتح. فنفس الشيء يجب العلم، اذا في واحد مثلا انا طول الوقت يجب ان اهتم بالعلم، ما بكون عندي طاقه كبرى للعبادات الكبرى التي تقدم، فبتلاقي عابدين يقدمون لك هذه الاعمال. قديش بتساعدني لي انا امام الله؟ قديش بتساعدني انا نفسيا لحتى طول الوقت كمان اتحضر وكمان قدم لهم هذا العلم لالهم هن؟ هكذا تجري العموله بين المؤمنين والمؤمنات. هو التحصين الذي يجب أن يجري بين بعضنا البعض. أنتم تقومون بالدعاء، نحن نقوم بالعلم، بعدين العلم يرتد عليكم بالمعرفة، بعدين المعرفة ترتد علينا بشيء أعظم وأعلى 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 وأعلى، لحتى اثنيناتنا نعمر بعضنا البعض، حتى اثنيناتنا نلتهي مع بعضنا البعض. بس إذا كل واحد صار يخزن أكل لحاله، كل واحد صار يهتم فقط نفسه، كل واحد صار يقول الله ليش هيك عم يعمل فينا، كأنه نحن موجودين للخلود. نحن غير موجودين للخلود أيها الأحبة، نحن هون مش موجودين للخلود. قدموا أولاد قلوبكم لله عز وجل. اللي بيفهم شو معنى قدم قلبه، إذا إجا مرحلة الكورونا هلأ وانتشرت بقوة، شو بده يعمل واحد؟ يا إما بده يقعد يدعي الله عز وجل، بس بنفس الوقت يريد أن يحضر كفنه مثلا. يجب أن نتحضر لهذه الأشياء نفسيا ومعنويا، لحتى إذا شفنا أولادنا عم بيموتوا قدامنا ما ننهار، كما كان الإمام الحسين لما نحن نبكي بكربلاء أولاد الإمام الحسين يموتون أمام، كان في سكينة، عنده سكينة وعنده رباطة جأش. إذا الإنسان لا يتحضر للسكينة ولا لرباطة الجأش، لكن بكرة لما يظهر الإمام شو بدنا نعمل؟ كيف نتحضر للإمام إذا هيدي المقدمات ما إجتنا؟ كيف نتحضر للإمام إذا ما وجدنا هذه التحضير؟ يمكن يكون كورونا فقط هاي تحضير لشيء أكبر. ممكن يكون لا، ممكن يكون غايمة وبتمرق،
بس ولكن هل يمتحننا الله عز وجل بهذه الأمور؟ فهذه المحاضرة بالمطلق هي محاضرة لنشر السكينة فقط. كل الشائعات إن كانت صحيحة أو غير صحيحة اتركوها، لا تنشروها، انشروا فقط هذه الآية: زلزلوا زلزالا شديدا. يا رب، بقول لك يا ربي لا تزلزل قلوبنا ولكن أنزل عليها السكينة، أو بعد أن زلزلت قلوبنا أنزل عليها السكينة. لأن من بعد أي رعش كبيرة الله عز وجل أنزلها في الأرض، أنزلها في أجسامنا، من أي بعد رعش كبيرة تأتي شو؟ تأتي المرحلة، مرحلة الرضا. بصير واحد راضي قانع، بقول لك أنا لشو عم بسعى بهذه العالم. يعني في ناس كتير هلأ ترى الحقيقة، ناس كتير عندها طموحات وكذا وكذا وكذا، بتلاقيها طب انتوا بتكونش تغيروا انفسكم بدولكم؟ صاركم عم تعملوا في مؤامرات كبرى على بلادنا. قديش صار سنة 14 15 مات كثير من شبابنا، دخلت الدول، بلشت في هنالك صفقات سياسية يباع فيها الشعب. اجا المرض على الكل هالمرة، على الزعماء، على الناس، على الطواغيت، على الناس صغار، على الناس كبار، حتى على الذين نشروا المرض اجا المرض عليهم. ويتطور المرض ويقوى وكذا وكذا، ومن يتحكم به؟ في ناس بيجي بيقولوا لك الماسونين، ما هن الماسونين كمان ناس مثلنا مثلكم، سوف يمرضون وسوف يموتون وسوف يذهبون لله عز وجل، ويبقى وجه الله، الله ذو الجلال والإكرام. هي معناتها يبقى وجه الله. وجه الله مين يعني؟ يعني الإمام المهدي وجه الله يعني مين؟ يعني الناس اللي الذين التحقوا بأهل الله، الذين قدموا قلوبهم فعليا، التي تتزلزل قلوبهم، ولكن كلما تزلزلت قلوبهم كلما زادت جودة، كلما انتقلوا أكثر، كلما قالوا لله سوف نحبك أكثر وأكثر. يعني كلما الله عز وجل ينزل البلاء أكثر، بقول يا رب سوف نحبك أكثر، نحن نريد رحمتك ولكننا نحبك أكثر. نتحضر لأشياء كثير، نتحضر نفسيا لموت أعزائنا، لموت أنفسنا. إذا أنا بدي هلأ أنا مثلا أنا وضعت الموت أمامي طول الوقت، شو بقول؟ بقول مثلا هل أقوم بهذا العمل؟ يمكن يكون هالعمل عمل سخيف بضيع لي وقتي، خليني أقوم بعمل يكون مفيد، يمكن يكون عندي أيام قليلة للموت. أنا مثلا إذا الواحد وضع نفسه بهذا المعنى، والله العظيم يرتقي وبسرعة. لا، لأنه بصير يقيس الأشياء الحقيقية بحياته، بصير يقيس كل شيء حقيقي بحياته، لأن هي الحقيقة. نحن ضيعنا وقتنا كتير، بنقعد طول الوقت على الأراجيل وعلى القهوة وعلى كذا، وعلى ضياع الوقت والضحك، ونتحدث بـ 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 بأشياء تافهة ومضيعة وقت وكذا. آخر شيء كل ما يكبر الواحد بالعمر بلاقي عمره عم يقصر. بيقول لك الإمام علي يعني بما معناته أن الموت مقبل لك وأنت ذاهب إليه، فما أسرع الملتقى. يجب أن نتحضر نفسيا لهذه الأشياء. موضوع ظهور الإمام هو موضوع موتنا أنفسنا، موتنا نحن. مريم عليه السلام شو قالت لما قبل ما تولد عيسى؟ هي هو الخطأ اللي يفسر من كثير من الناس. العلماء بيقولوا لك يمكن الناس اتهموها بالزنا وهي قالت يا ليتني مت. لا، السيدة مريم شو قالت؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، بمعنى انه نفسها ماتت، نفسها يا ليتت ماتت قبل، موتت نفسها قبل هذا الموضوع العظيم اللي اجاها الذي هو روح الله. انت لما تموت نفسك روح الله تحل عليك. فأنت لما تقول يا ليتني مت قبل هذا، أنا يا ليتني، لما تشوف عطاء الله عز وجل، لما أنت تشوف، لما توصل لأعلى درجات السكينة، لما توصل لأعلى درجات الرضا، لما أنت تتوقع كل حدا بده يموت حد منك وأنت قابل هذا القضاء وأنت مسلم لإله، الله عز وجل ينزل عليك روح الله. روح الله بتحل فيك بك. شو بتقول ساعتها؟ بتقول يا ليتني، يا ريت متت من قبل. مش موت مادي، موت معنوي. انت بتموت نفسك من جوا، تفني نفسك في الله عز وجل. فنحن بمرحلة الكورونا، مرحلة افناء النفس. هاي الايجابيات العظيمة لهذا الموضوع، هاي هو الشيء العظيم الجميل لهذا الموضوع. شيء انه انا اتحضر، بجيب اكل لاولادي، بجيب ماي، بجيب كذا بما يرضيه الله عز وجل، مش بالإسراف وكذا بهذه المواضيع.
بما يحضرني عدة أيام، بس مش بيحضرني قرون. في ناس هلا عم للأسف يعني وصل فيها الرعب لهذه الدرجة، لا، لكن بنفس الوقت أحضر قلبي وأحضر نفسي إنه في كتير ناس حوالي يمكن يموتوا، يمكن يصير ما يصير هذا الموضوع، بس أنا أقول لك أنت حضر نفسك بسكينة مطلقة، أنت يمكن تموت. فأنت إذا عندك 4 أيام 14 يوم أمام، هو عادة كورونا إذا بده يقتل حدا وموضوع موت الكورونا قليل جدا، بس خلينا نقول 14 يوم، خلينا نقول مصاب شخص من الناس 14 وعنده 14 يوم للحياة، أنت أمامك 14 يوم للحياة، ماذا تفعل بهم؟ أنت فكر هلا بين بينك بين نفسك، بتقول شو صار بحياتي لحتى وصلت بهال 14 يوم. بتشوف الحقيقة، بتشوف حقيقة الدنيا، حقيقة الدنيا قد ايش هي زائلة وفانية، بتشوف كل شيء وسعيت له، سعيت وراح. على ماذا تتقاتلون؟ على ماذا تتقاتلون؟ فنحن هي هو الله بعث لهذا المرض ليذكرنا، هذه من أحد إيجابيات المرض، التذكرة، هز القلوب. الله عز وجل بالآية المباركة يقول لنا شو؟ يقول لنا أزلزلوا زلزالا شديدا. تذكروها دائما، سوف نزلزل ونزلزل ونزلزل لحتى نغربل ونغربل ونغربل للوصول إلى صاحب العصر والزمان، المنسي في هذه الأيام، المنسي في هلأ. اليوم نمتحن بحب الله، اليوم نمتحن بقربنا لله. الله اللي بيمشي على طريق الله مثل ما مشوا 313 لما كانوا مع داود وجالوت، لما راحوا يقاتلونهم، شو مرقوا على نهر وكانوا عطاشة، قال لهم من يشرب من النهر اليوم هو ليس معي. ناس كتير شربوا، إلا من غرف غرفة من ماء. ناس كتير شربوا، ناس ما شربوا، قال لا سوف نبقى، سوف يمتحنون للوصول إلى المعركة الكبرى، وسوف يصفى كثير من الناس. فنحن في هذه التصفيات، بدك تكون مع الإمام المهدي، الطريق مفتوحة أمامك، هيا كون مع الإمام المهدي، ولكن سلم قلبك. من الناحية الروحانية أيها الأحبة، أنا فعليا هلأ فعليا هذه المحاضرة سوف أنشرها على اليوتيوب على الفيسبوك، وبحاجة لناس فعلا عاملين. أنا بهالمرحلة سوف أتحدث عن مهدمين، وسوف أتحدث عن ناس معمرين يعمرون هذا الكون، معمرين الإمام المهدي سلام الله عليه، لأن هذه المرحلة هي هو العنوان الروحاني للمعركة القادمة. سوف نقوم بأعمال يوميا من الآن لحتى زوال المرض بإذن الله تعالى، أنه سوف يزول بإذن الله تعالى، وهنالك بشائر جميلة جدا جدا إن شاء الله. كل يوم لازم نعمل 20 مرة سورة النازعات، 20 مرة سورة النازعات، و 130 مرة سورة النصر. كل يوم 20 مرة سورة النازعات و 130 مرة سورة النصر، سورة الفتح، يعني إذا جاء نصر الله والفتح. طبعا العمل يمكن يضل تقريبا 25 لنصف ساعة، إذا ما قادر تعمل العمل كله أعمل قد ما فيك، بس ولكن يتطلب بهذا الموضوع الإخلاص. طبعا في ناس كتير نشرت أشياء كتيرة على الإنترنت، أما أدعية كتيرة وكذا، بس ولكن هذا العمل بالذات مهم جدا جدا وموصى به، هذا العمل بالذات مهم جدا وموصى به، وبإذن الله عز وجل بهذا العمل يرد المرض بإذن الله عز وجل. أنا نطرت هذه الفترة كلياتها من أجل طرحي هلأ، لأنه نحن وصلنا هلأ ببلادنا العربية إلى الامتحان الأكبر بإذن الله تعالى. إذا كل يوم قمنا به بالوقت اللي بدك إياه، بالحال اللي بدك إياه، مهم أنت تكون على وضوء، تقعد وتعمل الأعمال، تخلصها كلياتها بتاخذ نص ساعة، هنالك توجه لله عز وجل، هنالك بجواتك لازم يكون توجه، لازم يكون يقين أن الله عز وجل سوف يرد عن المؤمنين هذا المرض، وإن شاء الله في الـ في الـ في الـ الأيام القليلة المقبلة، إذا الله عز وجل قدر لنا أنه يجب أن يكون هنالك طرح لإعادة إحياء علوم أهل البيت من ناحية الشفاء، يعني كيف نشفي الناس من العناصر الأربعة. يعني يا ريت أنا عندي بحياتي وقت أكثر أو إمكانيات أكثر لحتى أقدر أبحث هذا، لأن هذا الموضوع يتطلب تفرغ، بس ولكن للأسف يعني حياتنا والطريقة اللي عايشين فيها ما فيها تفرغ، ما فيها أشياء يعني بتقدر تدعمنا بمختبرات وماديات لحتى نقدر نوصل إليها، بس ولكن القليل خير من الكثير. على كل حال إن شاء الله هذه الأمور نتحدث بها بالمستقبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأترككم بعون الله وسلامته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.